وننتقل إلى موضوع آخر، سوريون بلا عنوان. هي حملة تطلقها أو أطلقتها تحديدا مؤسسة ام بي سي الأمل لمساعدة السوريين اللاجئين في الخارج. الحملة ذات هدف إنساني، تشارك فيها عدد من الوجوه الإعلامية ومنهم ضيفتنا اليوم منى أبو سليمان. نرحب بمنى، لكن قبلها خلينا نتابع مقطع من زيارتها إلى اللاجئين. كيف نقدر نعيش روح شهر رمضان المبارك إذا نسينا آلام الشعب السوري؟ في أكثر من 2 مليون سوري نازح ما بين الأردن ولبنان. من ام بي سي الأمل أطلقت مبادرتي لإلاف أهل الشام. هنتعايش معهم يومياً لمدة 30 يوم في شهر رمضان مشاكلهم وأوضاعهم وآمالهم عشان تكونوا شركائنا في الخير. إيش تسوي عشان تساعدي ماما؟ إيش تسوي؟ وش كمان تسوي؟ تغيير حفاضة؟ لا. يا. وتنضم إلينا من الرياض الإعلامية السعودية منى أبو سليمان. صباح الخير يا منى، وكل عام وأنت بألف خير. كل سنة وأنت طيبة. وانت طيبه ان شاء الله يا منى. منى خليني بدي اسالك عن تجربتك. اول شيء خلينا نبتدي بالشخصي، انت رحتي وزرتي، كيف كانت التجربه؟ ساره، قد ما اقدر اوصف لك قد ايش كانت مؤثره الرحله، ما اقدر يعني اوفي بالمعاناه اللي بيمر فيها الاطفال. تقريبا عملت تقريرين في يوم واحد، من الصباح من يوم ما مشينا لين ما رجعنا كان 11 ساعه عمل في بناء غير مكتمل، ما في شبابيك، ما في مكيفات، ما في حتى كهرباء يعني معمولة بطريقة صحيحة. نعم. جدا غير آمن. الأطفال لابسين ملابس شتوية لأنه ما عندهم ملابس أخرى. ما في أي إحساس أنه هذا الوضع حينتهي يعني قريبا. ورغم ذلك كان في لمحة أمل، يعني يمكن شيء ما ذكروا في التقرير إنه الأم بتقول لي إنه لما كانوا في الضيعة أولادها، الولد اللي توفى جاسم هو اللي دخل المدرسة، والبنات الاثنين ما كانوا حيدخلوا مدرسة، ممنوعين من أبوهم، لكن لما جوا على الملجأ، الورلد فود بروجرام أو هيئة الغذاء العالمية مع يونيسف فتحوا مدرسة، فالبنات بيروحوا يومين في الأسبوع المدرسة. فبتقول لي انه على الاقل بناتها هيتعلموا، يعني حتى في اقصى الاوضاع بيشوفوا لمحه امل، يعني كان شيء رهيب. في اخر اليوم انا انهرت. كميه الاطفال المحتاجين رعايه، كميه المشاكل اللي عندهم، كميه الاصابات، يعني قلبي حقيقه ما كان قادر يستحمل. طيب منى، احنا يعني شفنا كمان طبعا هذه التغطيه المستمره على ام بي سي والتقارير والحالات هذه الانسانيه، كيف الناس يقدروا يساعدوا؟ اذا دحين احد بيتفرج كيف يقدر يساعد؟ مو هذا هو، يعني حقيقه هي كانت فكره عندي انه كيف نقدر نساعد. انا بحكم عملي مع المؤسسات الخيريه الدوليه والاقليميه، كثير من الناس بداوا يقولوا لي طب منى نبغى نساعد، كيف نقدر نساعد؟ نبغى نتاكد انه المؤسسات كويسه. ذهبت لام بي سي وقلت لهم كيف نستطيع انه نعمل شيء نداء عربي لمساعده اللاجئين السوريين، وحقيقه كان قرار جريء جدا من الوليد الابراهيم ومسكوه فريق العمل تبع المسؤوليه الاجتماعيه الام بي سي، مازن حايق واستاذه مريم فراج، وعملوا هذه الفكره انه كيف نستطيع نتعاون مع هيئه الامم للغذاء World Food Program، ودائما موجود الرابط بعد نهاية الحلقة فالناس يقدروا يروحوا ويساعدوا. طبعا هذا لغير السعوديين، السعوديين احنا عندنا حملة وطنية لإغاثة أخواننا الأشقاء السوريين، طبعا برعاية وزارة الداخلية وزارة الخارجية وأيضا هيئة الإغاثة والندوة العالمية. فللسعوديين طبعا عندنا طريقة معينة للعطاء، بس للعالم العربي بقية الناس اللي يبغوا يساعدوا يروحوا لرابط هيئة الأمم المتحدة للغذاء. ايوه، طب منى بس انت كمان على حسابك الشخصي بشوف في مواقع التواصل الاجتماعي بتكتبي كثير برضه من المعلومات عن وسائل أخرى للتبرع، فهل هذا شيء خارج حملة ام بي سي؟ ايوه، هذا شيء خارج تماما، هذا فقط على على السوشيال ميديا او شبكة التواصل الاجتماعية فيسبوك وتويتر وانستغرام. كل يوم بنزل مؤسسة أنا وفريق العمل تبعي اشتغلنا معاهم عشان نتأكد أنهم
موثوق فيهم، وبننزلها برضو ايضا نداء للعالم العربي خصوصا الشباب عشان اللي يبغى يساعد. يعني مثلا نزلنا لجمعيات الاطباء السوريين الامريكان، أيوة. نزلنا الاطباء بلا حدود، فاشياء معروفه جدا، واحنا عملنا شغلنا وتاكدنا انها موثوق فيها عشان اللي يبغى يساعد يساعد. ايوه، بدل ما الناس يعني تنزل جمعيه او مؤسسه جديده. ايوه، بدل ما الناس يعني تبتدي تقوم بجهود شخصيه يعني. طبعا لانه رمضان هو يعني الشهر اللي احنا بتكثر فيه الصدقات، وايش اهم من انه نساعد اخواننا الان اللي هم في حاله مزريه. نعم. 5 مليون طفل سوري ما هم داخلين المدارس، 57% من المستشفيات في سوريا دمرت، في حاله انسانيه شديده، وفي كثير من اهل الخير يبغوا يساعدوا بس ما هم عارفين كيف. نعم. هذا شغلي يعني، انا بحكم خبرتي في مواقع الاتصال وايضا نعم. في مع المؤسسات الخيريه جمعت الاثنين عشان اساعد اللي يبغى يساعد. جميل، طبعا جزاك الله خير يا منى على هذه الجهود، وطبعا بندعو الجميع طبعا الى المساهمه. كانت معنا من الرياض الاعلاميه السعوديه منى ابو سليمان.